وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. إذا نرحب بك سيدة سحر في نشرة أخبار الثالثة. ما هي تطلعاتكم لنجاح الحملة في تحقيق أهدافها في حماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني؟ مساكم الله بالخير ونشكر لكم هذه الاستضافة. عزيزتي، احنا جدا سعيدين باطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الاطفال من الاستغلال والابتزاز الالكتروني اللي جاءت تحت عنوان حماية، ومهتمين بتبني هذه المبادرة من قبل مجموعة من الجهات. نستهدف طبعا بالدرجة الاولى الطفل، اولياء الامور والاسرة بشكل عام. نتطلع طبعا الى اعتماد كافة الوسائل الممكنة للتوعية بمخاطر تعرض الاطفال لممارسات الاستغلال او الابتزاز في الفضاء الالكتروني، ونهدف أيضا إلى إحاطة الجميع بالإلمام بطرق التعامل مع الحالات اللي ممكن أن تكون ضحية لهذا الأمر، والتوعية بآليات التبليغ مع الاهتمام بتوفير عناصر السرية التامة والتدابير ذات العلاقة بهذا الأمر. نعم، ما هي المسؤولية المجتمعية على مختلف مكونات المجتمع في إنجاح هذه الحملة؟ حقيقة للشراكة المجتمعية دور كبير في إنجاح هذه الحملة والوصول لكافة الشرائح المستهدفة، بما يمكننا أن احنا نصل إلى تحقيق تأثير إيجابي فاعل بالتعاون والشراكة مع القطاعين الأهلي للمنظمات، منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. إن شاء الله راح يكون هناك تنسيق بين هاي الجهات والشركاء بشكل عام أثناء فترة الحملة اللي إن شاء الله راح تستمر لنهاية العام الجاري. نعم. نتمنى فعلا أن نوصل للجميع من خلال هذه القنوات مجتمعة ومتعاونة فيما بينها، من خلال إعداد الفعاليات والبرامج التوعوية المختلفة، بحيث يكون هناك توعية مثل ما ذكرنا عن ضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني، استعمالهم وسائط المتصلة بشبكة الإنترنت، ومن جانب آخر أيضا تعزيز الجانب الرقابي لأولياء الأمور وأفراد الأسرة في إمكانية استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية. نعم، سعادة السيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.